سلامة يا البنات، في فيديو جديد نتمنى تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بوصفات الغريبية بطريقة سهلة سريعة، تجيكم بزاف شابة وبنينة كيما تعزمان. تفضلوا تشوفوا معايا المقادير والطريقة. عندي كيلة تاع سمن، تقدروا ديروا كيلة ناقص ربع سمن وربع تزيدوه زيت، لكم الاختيار. عندي هنا كيلة ناقصة صبع سكر غلاس، عندي قرصة تاع خميرة الحلويات، عندي لافاني، عندي 3 كيلات فارينة، وعندي القرفة للتزيين. أنايا هنايا استعملت الكيلة ناقصة زوج مغارف برك، زدتهم زيت. ها دوك تشوفوا الزيت، ها هو يطيح معايا. هنايا ديروا السمن تاعكم يكون هكا طري مع السخانة وتعرفوا يدوب، علاش باش تقدروا تكيلوا الكيل اكزاكت. كيفاش نديروا دوكا؟ انا نحط هذاك الزيت، قلت لكم درت هنايا كيلة ناقصة زوج مغارف برك، قلت لكم انتما تقدروا ديروا حتى كيلة ناقصة ربع وتكملوها كامل الزيت. انا درت كيلة ناقصة زوج مغارف سمن، وزدت لها زوج مغارف هذوك سمن باش ولات لي كيله، خلطتهم هكا مع بعضهم. دوكا واش ندير؟ نحكم هذا الخليط نديرو في الفريجيده واحد 10 دقائق حتى يشد روحو. ديرو في اللي يعني تكون مزروبه، ديرو في كونجيلاتور 10 دقائق وتنحيه تلقاوه جمد، ونجو نكملو الوصفه مع بعضنا. شوفوا البنات، بعد ما السمن تاعنا شوفوا كيفاش عاود جمد. انا قلت لكم ودا لي واحد 10 دقائق في كونجيلاتور، حتى ربع ساعه يعني، المهم حتى يعاود يبرد مليح. دوكا واش ندير؟ نصير هذيك الكيله ناقصه صبع، ها كيله ناقصه صبع على السكر غلاس تاعي وندربها بالباتر. دوكا نزيد عليها كميه تاع لافاني، ندير شويه لافاني لا بودر، ونزيد لي ندير شويه ليكيد باسكو الزيت والسمن عندهم ريحه شويه، باش لافاني هذه تقتلنا الريحه هذيك تاع الزيت. دوكا نقدركم نحكم الباتر وندربوه حتى تولي كريمه. شوفوا البنات كيفاش تولي معنا. في الاول تحسوها شويه صعيبه باسكو كانت السمن تاعنا كان جامد، المبتغى تاعنا كي درنا السمن جامد، علاش باش الغريبيه تاعنا ما تطلقش الزيت تاعها. شوفوا كيفاش ولات اون كريم، دربتها يا ربي زوج دقائق ما طولت كاع معاها بالباتور نورمال، ولي ما عندهاش باتور دير بالفوي بالعقل بالعقل حتى يولي يتدرب معاها. دوكا ندير 3 كيلات فرينه والقرصه تاع خميره الحلويات. شوفوا الكميه تاع خميره الحلويات ما تكتروش، نص مغرفه تاع قهوه هي الحقيقه ما فيهاش بصح، باش تفخفخ لنا شويه الغريبيه تاعنا نديروا نص مغرفه برك. دوكا نصير الفرينه تاعي. دوكا شوفوا الخدمه كيفاش تكون، نحكم نخلط الفرينه تاعي، قلت لكم 3 كيلات فرينه ونص مغرفه تاع قهوه خميره الحلويات. انا البول تاعي كان صغير اللي كيلت به لي دام، نتوما قد ما تكبروا البول يعني في كيلو تاع فرينه تقدروا ديروا مغرفه تاع قهوه تاع خميره الحلويات. كي تدخل كامل دوكا نبداو نديروا هذه الطريقه هكا، لازم ديروا هكا حتى تحسوا لاباط تاعكم مطريه مدة 5 دقائق باش تدخل مليح هذيك السمن والزيت يدخلنا في الفرينه والسكر وكاع يدخلوا في الفرينه. انا درت كميه قليله، اللي تحب تضاعف المقادير ضاعف، وهكا تخدموا بهذه الطريقه. شوفوا لاباط تاعنا كيفاش تجينا، ما تجي طريه بزاف ما تجي يابسه ثاني بزاف، ولي خاف يشكل الحبه الاولى. هي 3 كيلات تجيكم سوا سوا، بصح كاين فرينه ساعات تخص بمغرف ولا، نتوما واش ديروا؟ حكموا حبه شكلوها كيما تحبوا، شكلوا الغريبيه تاعكم وحطوها طيب. الا شفتوها طاحت بزاف زيدوا لها مغرفه فرينه، ولا شفتوها مليحه كملوا باقي الحبات. هكا تحسوا السمن بارد ما يدوبش في يديكم، هذا هو المبتغى كي جمدنا السمن تاعنا. شوفوا حتى تنطم معاكم، في الاول تشوفوها مخصوصه تحتوما غير تبداو تخدموا هايليك. دوك انا ندي براسي منها يعني ما تحتاج ترتاحي، ندي براسي منها ونجو نشكلوا الحبات مع بعضنا. هاي البنات انا حنشكلها في هذا المول تاع المعمول، نغلف له ساشي باش ما تلصقش معايا الحبه تاعي. ندير اون بول هكا ندورها شويه كبيره، نطبي مليح هكا، نعبز مليح نعبز مليح عليها هكا. ونجبد الحبه تاعي تاع الغريبيه هاي لك
ها بالشكل، واللي يحب يدير الشكل التقليدي القديم يديرو هذيك المدور سامبل. نزيد معاكم حبه، اللي يحب يديرها هكا تاني بهذا الشكل تقدروا ديروها، انا نحبها في المول تاع المعمول. تبومبيوها شويه برك من الفوق هكا بهذا الشكل هكا، وتحطوا الحبات تاعكم دوكا نديرولها شويه قرفه من الفوق. انا ما نفضلش هذا الشكل، نحب هكا الشكل تاع المعمول. قلت لكم كي ديروا ساشي تاع بابي فيم تقدروا ديروا ماشي مام ماشي المول تاع المعمول، كاين هذوك المول تاع المقرط اللي خرجوا برشام شابين، هذوك ثاني تقدروا تستعملوهم. عبزهم مليح حتى تشكل لنا الحبه، ونسقموها ونحطوها في سنيوه. والفرن اللي شعلته كي بديت نخدم شعلته يسخن، نكمل كامل الحبات ونجو نديرهم القرفه مع بعض. البنات هاي بعد ما كملت التشكيل الغربيه تاعي هنايا قلت لكم عبزوا مليح باش تخرج لكم لا فورم، درت الرشه تاع القرفه من الفوق الاسطوريه بيان سور المعروفه في الغربيه. دوكا واش درت انا كي بديت نخدم شعلت الفرن تاعي، دوكا يكون سخن واش نديرلو؟ نهضر بالنسبه اللي عندهم فرن يشعل من الفوق ومن التحت، دوكا نحكم نقصلو كامل من التحت ونشعلو من الفوق وندخل سنيوه تاعي غير نشوفها بدات تشقق نطفي عليه من الفوق. بصح واش شنو سنيوه ديروها من التحت، نطفي قلت لكم غير نشوفها تشقت نطفي عليه من الفوق ونشعل عليه من التحت ونخليها تكمل طيب واحد 20 دقيقه. تفاصون تديكم من الفوق ومن التحت طياب كامل 20 دقيقه، ما تفوتولهاش وما تديرولهاش ناقص، تقعد لكم خضره ثاني من الداخل 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه كل وحده والفرن تاعها. وبالنسبه لي ما عندهاش فرن يشعل من الفوق ومن التحت، دوكا قلت لكم انا سخنته من التحت، تروح تطفي الفرن تاعها تشعله من الفوق، دير سنيوه في الرف التحتاني كامل تشعلها من الفوق، تخليها حتى تبدا تتشق، ترفد الرف بعد كي تتشق لها ترفد الرف تاع السنيوه تاعها، ترجعوا من الفوق شوي في الوسط يعني ماشي من الفوق، ترجعوا في الوسط برك وتشعلها من التحت حتى طيب لها كيما طيبوا حلوه عاديه، حتى طيب لها من تحتها. وكي طيب ما تمسوهاش باسكو الا مسيتوها تتخسر معاكم. دوك انا ندخلها طيب ونجي نقدمها معاكم ان شاء الله. البنات هاي الغليبيه تاعي بعد ما وجدت، شوفوها كيفاش جات مشقه. البنات هاي الغليبيه تاعي بعد ما وجدت، شوفوا كيفاش جات مشقه. الله الله طيبه مليح، شوفوا الحبه معايا كيفاش جات مشقه وبنينه وتذوب في الفم. نعاود نفهمكم عطيه بالبنات مليح باش الا ما فهمتوش، قلت لكم انا سخنت الفوق تاعي مليح كي دخلت السنيوه تاعي تاع الغريبيه، طفيت من التحت وشعلت لها من الفوق مده 5 دقائق، سما سبقوا نطيبوها من الفوق 5 دقائق في الرف التحتاني كامل في الكوشه. ومن بعد كي تدوز 5 دقائق هذيك تبداو الشغل تبدا تتشقق برك، نلفت سنيوه تاعي نردها في الرف الوسطاني تاع الكوشه تاعي ونشعلها من التحت عادي، نطيبها مده ربع ساعه حتى 20 دقيقه حتى طيب لكم مليح. جاي طايبه من الفوق 5 دقائق، زيدوا لها من التحت واحد ربع ساعه 20 دقيقه تكون طايبه معاكم، ونقصوا الكوشه تاعكم ما تزيدولهاش باسكو بالخف تاخذ لاكولا. شوفوا كيفاش طابت هي من الفوق ما تحمرش. ما بقى لي غير نقولكم ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديروا لنا جيم وابوني وفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل نوتيفيكاسيون. بقى لاخر البنات نتلاقاو في فيديو جديد، سلام.